مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين شفتي في البث المباشر مباشره من مدينه الجديده في شاطئ الصخري. كما كتشوفوا الحاله الكارثيه اللي كمر منا الشاطئ الصخري راه حشومه وعيب وعار، ان الطريق اللي كتؤدي الى منتجع سيدي بوزيد كتؤدي الى كورنيش المسيره وكتؤدي الى جميع الامكنه بمدينه الجديده، والزوار كيدوزو من هاد الطريق هذا كيما كتشوفو، انا نوريكم كيدوزو من هاد الطريق هادي كاملين باش يمشيو لسيدي بوزيد، كيدوزو على الشاطئ اللي خاصو يكون عاطي واحد المنظر زوين بزاف ويكون عاطي واحد البهجة اللي زوين. ولكن للأسف هنا كنشوفو الإهمال راح شومة بعد. تخيلوا الانسان بغى يجي هنا يشوف بحر غير يشوف يشوف الشوف شوف شوف الحاله كي دايره، شوف هاد الحاله كي دايره من طرف بعض المسؤولين اللي ما مهتميش بالمدينة الجديدة، اللي ما عندهمش النفس على هاد المدينة هاد، اللي ماشي دكاليين، شنو يقدوش كون داروا غير شي عشرة يجيو هنايا ينقيو هاد الشوك يصيبوا هاد الشي وما غيبقى. شوف الحالة الكارثية اللي كيمر منا في الشاطئ هذا، هذا ما خاصنيش نقول لي شاطئ هذا، خاصني نقول لي شي، خاصني نقول لي حاشاكم سمحوا لي على اللفظ هذا، خاصني نقول لي شي زبالة ولا شي حاجة بحال هكا. راه حشوم، عرفتي هاد الشاطئ كي كان؟ اقسم بالله لو كان ترجعوا للتصاور في جوجل وديروا شاطئ الصخري بالمدينة الجديدة وغتشوفوا كي كان، كان من اجمل الشواطئ الصخرية بالمدينة الجديدة، بحال الشاطئ ديال المسير. هو تخيل دابا نتايا جاي تشوف عائلتك باغي تقول هنايا تشوف واحد القهيوة، باغي تشوف البحر غتشوف، تشوف الشوك تشوف البحر فين، البحر قنور. راه عيب وحشومة هادشي، راه عيب راه عيب راه عيب، بحال هاد المدينة ما فيها حتى مسؤول، بحال هاد المدينة ما فيها حتى واحد اللي كيسير هاد المدينة. أنا ما فهمتش هاد المسؤولين علاش ما باغينش يخدمو في هاد المدينة، فتبارك الله كاين مدن صغر من هاد المدينة أو كبر من هاد المدينة ودايرين فيها الخدمة، مثلا الرباط، مثلا طنجة، مثلا سلا، مثلا بزاف المدن. وهاد المدينة بالذات بغيت نعرف أنا لا أحد يستغيث، لا مسؤولين لا ناس اللي غاديين يقادو. و هاد الشاطئ هذا بكثرة الشوك هذا ولا منتجع ديال كلا الضالة، حشومة أقسم بالله، لا حشومة، عرفتي ملي كتكون جديدة يعني كتضرب فيك النفس الحرة وكتشوف هاد المنظر هذا راه كيبقى فيك الحال، والله حتى كيبقى فيك الحال، حتى كتقول شوف مدن أخرين إلا درت كيف هاد ولا جاو هما شافوا مدينة جديدة، مدينة جديدة كان كيضرب بها المثال، ولكن ملي جيتي المدينة الجديدة كتشوف هاد الشوهة الكارثية، شوهة يعني والله. كنتمنى من الناس المسؤولين أنهم يحاولوا الله يرحم لكم الوالدين لما تصيب هادشي في اقرب وقت ممكن، راه مدينة الجديدة ولات كتعاني بزاف وبزاف ولا احد يستغيث اليها، فنحن معها بالمرصاد سيتقاد كل شيء. وبهذا تلقاكم بث اخر في امان الله، الى اللقاء.